إسرائيل تقول إنها مستعدة لمواجهة إيران وتتهمها بتهديد المنطقة، وقائد الحرس الثوري الإيراني يقول إنهم جاهزون لأي رد قاسٍ. واشنطن تؤكد أن الحوثيين خلف أسوأ كارثة إنسانية في العالم. حرب أبراج الكهرباء امتدت لتطال جميع محافظات العراق بحسب شركة الكهرباء العراقية. والنهضة تحاول استمالة الشارع بإعلان تفهمها لغضب الناس من الحركة، ورئيس الوزراء المقال يظهر لأول مرة منذ عزله قبل 11 يوماً. أكثر من 200 مليون إصابة بكورونا في العالم، معظمها لدلتا. أهم الأنباء من الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأها من التطورات المتعلقة بإسرائيل وإيران، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إيران باتت تهدد إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره، مؤكدا استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات لمواجهتها. وكشف غانتس في حديث صحفي عن سعي إيران لتشكيل تحدا متعدد الجبهات لإسرائيل في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن، مشددا على الحاجة لمواصلة تطوير القدرات الإسرائيلية للتعامل مع ذلك الأمر. قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن قواته الدفاعية والهجومية مستعدة لأي سيناريو وجاهزة لرد فعل قاس على أي عدو. وخلال تفقده جاهزية القوى البحرية للحرس في سواحل الخليج ومضيق هرمز، وصف الحوادث الأخيرة في مياه الخليج بالمفتعلة، مهددا برد مدمر على حد وصفه. وأضاف أن منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والقوى البحرية والطائرات المسيرة في مستوى من الجاهزية الاستثنائية، ويمكن أن ترد على أي تهديد في أي مكان، مطالبا من يهدد إيران بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إدراك عواقب تهديداتهم. ولا تقتصر مخاطر ما تقوم به إيران في مياه الخليج على تهديد الملاحة الدولية فقط، بل الأخطر أنه لا يمكن التنبؤ بأفعالها وتداعياتها بحسب تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست، باعتبارها تتعامل كدولة مافيا أكثر من دولة مؤسسات. وأشار التقرير إلى أن إيران تبقي ميليشياتها في وضع استعداد وتستخدمها كأداة تهديد في أي لحظة أرضاً وبحراً ضمن مشروعها الإقليمي. ورغم الغموض الذي يحيط بحادث اختطاف السفينة أسفل برنسس، إلا أن الرسالة من ورائه واضحة وفقا للصحيفة، وهي نشر الفوضى من أجل إبقاء المياه الدولية في حالة تهديد، واستخدام ذلك أيضا كورقة ضغط في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي. نفس السياسة تتبعها إيران أيضا في دول المنطقة من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان عبر الميليشيات الخاضعة للحرس الثوري، والتي يتم تسليحها بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ، وخاصة ميليشيا الحوثي في اليمن، والآن تعيد استخدام أساليبها السابقة في القرصنة البحرية ونشر الفوضى من أجل الحصول على ما تريد على طاولات التفاوض. وفي هذا السياق أكد وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب أن إيران ستدفع ثمناً لو اختار رئيسها الجديد العدائية، مؤكداً أن طريقة تعاملهم مع إيران أصبحت في مفترق طرق. إلى جانب ذلك قال راب إن بريطانيا ستحاسب إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، لافتاً أيضاً أن الهجوم على السفينة ميرسر ستريت لن يمر دون محاسبة إيران، ومشددا في ذات الوقت أن بريطانيا ستنفذ ردا منسقا على هجوم إيران على السفينة ميرسر ستريت.
للحديث عن كل هذه الأمور المتعلقة بالتهديدات الإيرانية من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي شلومو غانور. سيد شلومو أهلا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. بداية، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة، هل هي برأيك مرتبطة بتحرك وإجراء إسرائيلي يعني بات وشيكا ضد إيران، أم أن جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين لا تزال مستمرة؟ أعتقد بأن التصعيد الخطابي بين إسرائيل وإيران مستمر يوما بعد يوم، واليوم أيضا بلغ ذروة جديدة بعد أن كشف أمس وزير الدفاع أن إيران على مقربة 10 أسابيع من امتلاك المواد الصالحة لتركيب رأس حربة نووية. اليوم يكشف وزير الدفاع أن إيران تقوم بسياسة تعدد الجبهات ضد إسرائيل، وإسرائيل مستعدة لمواجهة إيران ومستعدة في آن واحد لمواجهة جميع هذه الجبهات. كل هذه هي في إطار التصريحات والتهديدات، وأيضا تعبيرا عن المواقف الإسرائيلية المتشددة لمواجهة أي خطر مصدره إيران. هذا على الصعيد اللغوي التصريحي. بالنسبة للعمليات نفسها، فأعتقد أننا في مرحلة التحضير وحشد القوات الدولية في العملية السياسية الدبلوماسية، تمهيدا لاجتماع مجلس الأمن الدولي لإدانة إيران على ارتكابها الأعمال الإرهابية ضد السفينة الإسرائيلية في خليج عمان، وأيضا ما تعرضت له أمس 5 سفن في الخليج. كل هذا أعتقد بأنه يجب اعتباره كجملة واحدة، ولكن العدد التنازلي للمواجهة بين إسرائيل والعالم مع إيران بدأ بالتنازل. سيد شلومو، التهديدات الإيرانية التي تحدث عنها وزير الدفاع من أكثر من جبهة في الشرق الأوسط، سوريا، لبنان، العراق واليمن، يعني هي ليست تهديدات جديدة كما الجميع يعلم، وكل التقارير تتحدث عن هذا التواجد الإيراني والمزعزع ليس فقط لهذه الدول، ولكن أيضا يعتبر أو تعتبره إسرائيل تهديد لها. ولكن حرب السفن أو الحرب البحرية التي تصعد فيها إيران، إلى أي مدى إسرائيل قادرة على مواجهتها هناك؟ لإسرائيل القدرات العسكرية والقدرات الأخرى لمواجهة وحماية مصالحها في كل مكان، ولكن أعتقد بأن هذا الموضوع أصبح دوليا، ولذلك التركيز الآن على مواجهة القرصنة الإيرانية والتعدي الإيراني على القوانين الدولية وتعريض حرية الملاحة الدولية في الممرات البحرية الدولية للخطر من قبل إيران. كل هذا ليس من اهتمام إسرائيل فحسب، بل أيضا من اهتمام العالم كله. وأعتقد بأن وفي هذه النقطة هي تستطيع، هل إسرائيل برأيك وبحسب تقديراتك طبعا نجحت بالحشد الذي تتحدث عنه، الحشد الدولي ضد إيران، خاصة وأنها قالت في أكثر من مناسبة بأن هذا التهديد في نقلة النفط الأخيرة الهجوم عليها أنه ليس تهديد موجه فقط ضد إسرائيل، ولا وأنه يعني تهديد لمعظم الدول العالم؟ أعتقد أن الاجتماع دعوة أمس سفراء الدول المعتمدة في إسرائيل الذي تمثل بلدهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وإطلاعهم على آخر المعلومات الاستخباراتية بالنسبة لدلوع إيران في الاعتداء على السفن وعلى حرية الملاحة في منطقة الخليج، كل هذا سيكون أمام أعين أعضاء مجلس الأمن الدولي لدى بدء النقاش حول هذا الموضوع واتخاذ القرار بالتنديد واستنكار النشاط الإيراني. فلهذا نحن بصدد المرحلة الدبلوماسية الدولية ضد إيران قبل أي تحرك عسكري إسرائيلي بمفردها أو العالم أجمع
ضد إيران. طيب بريطانيا وزير الخارجية تحديدا الذي قتل طبعا مواطن بريطاني في الهجوم الأخير المتهم فيه إيران على ناقلة النفط الإسرائيلية، تقول الآن بأن أو اليوم يعني إيران ستدفع الثمن لو اختار رئيسها الجديد العدائية. هل هذه رسالة بأن العالم المجتمع الغربي عموما هو ينتظر أداء الحكومة الإيرانية الجديدة تحديدا في الملفات الخارجية حتى يقرر كيف يرد على كل هذه الاتهامات؟ أعتقد بأن هذا هو أحد الاتجاهات، أي منح طهران إمكانية الاستيقاظ من الوضع الذي هي فيه، وأيضا للإعلان بأنها ستمتنع من الآن وصاعدا من اتخاذ مثل هذه الإجراءات. ولكن أعتقد بأن هذا هو بمثابة حلم على بصدد النشاط. أعتقد بأن النشاط للقوى الدولية، النشاط العسكري، يتطلب مزيد من الوقت لجمع القوات لدراسة الوضع لتحديد الأهداف، وهذا سيتم بعيد اتخاذ القرار من قبل مجلس الأمن الدولي. أعتقد بأن العالم أصبح واعيا بأنه لا يجب الرد على إيران أو عدم الرد على إيران كما فعل عندما تعرضت المنشآت النفطية السعودية قبل سنتين إلى الطائرات بدون طيار المتفجرة من قبل إيران، والتي امتنع العالم عن الرد عليها. أعتقد بأن الوضع الآن هو متغير، العالم استخلص العبر، وهو الآن يهيئ نفسه للمرحلة القادمة إذا لم تتراجع إيران. نعم. عن سياستها. كم تأخذ إسرائيل بإسرائيل برأيك بالحسبان التهديدات الإيرانية التي توجهها لإسرائيل مباشرة، والحديث عن كل الجاهزية أرضا وبحرا وجوا، هل هذا سبب أيضا لإصرار إسرائيل ربما في هذه المرحلة على موضوع التنسيق الدولي مع الشركاء الدوليين في أي رد محتمل لإيران؟ إسرائيل تأخذ بجدية كل تهديد يتجه من إيران، ولا يجب أن نذكر بأن إيران ومسؤولين عنها يطلقون يوميا التهديدات ضد إسرائيل، ليس فقط بالكلام بل أيضا بالأفعال، وهم يحركون قواتهم وميليشياتهم ووكلاءهم في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط ضد إسرائيل من الجبهات المختلفة، وهذا ما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط عامة. ولكن المشكلة الإيرانية ليست مشكلة إسرائيل فحسب، بل هي مشكلة دولية وإقليمية، ولذلك الحشد القوى الدولية هو يجب أن يبرز الآن على الساحة، وهذه هي المرحلة التي يتهيأ بها الرأي العام الدولي وأيضا دول العالم للعمل بحسم ضد النظام الإيراني الجديد. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القدس المحلل السياسي شلومو غانور. أعلنت قوات الأمن الأمم المتحدة في لبنان يونيفيل تلقيها تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان في اتجاه إسرائيل، حيث رد الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية. وأشار بيان اليونيفيل إلى أن قائدها العام كان على اتصال مباشر مع الطرفين ودعاهم إلى وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشدد البيان على أن القوات الأممية تعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان المتابعة الفورية للتطورات على الأرض وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق. تلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بإطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير والذي رد بنيران مدفعية. قائد اليونيفيل ستيفانو ديلكول حث الأطراف في لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. اليونيفيل تواصل عملها بشكل كامل مع الطرفين من خلال قنوات الارتباط والتنسيق التي تطلع بها، وتعمل مع الجيش اللبناني لضمان المتابعة الفورية على الأرض وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق.
ويسود هدوء حذر الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أعقاب غارتين شنتهما إسرائيل داخل لبنان لأول مرة منذ 7 سنوات في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك والرد بعد أن كانت تكتفي بقصف مدفعية على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. إسرائيل حملت الحكومة اللبنانية المسؤولية وتوعدت بقصف عنيف في حال أطلقت صواريخ إضافية. بلا ورا البيت ورا البيت شو هون خد علي حنون تحت. ومن العديسة تنضم إلينا غنوة ياتي مراسلة الحدث. غنوة أهلا بك، الأجواء الآن هل تتجه للتهدئة نسبيا؟ لا يوجد أي تحركات حدودية وآخر طبعا التطورات لو تنقليها لنا؟ يعني بالفعل كما ذكرتي الأمور تبدو هادئة جدا في القرى الجنوبية المحاذية للحدود بين لبنان وإسرائيل. يعني حتى يعني لم نجد تحركات مكثفة لقوات اليونيفيل غير اعتيادية كما يكون عادة في حال إطلاق الصواريخ. ربما هذه التحركات كانت يوم أمس، ولكن اليوم الأمور تبدو طبيعية. تم الكشف عن موقع الذي سقطت الذي أغار فوقه الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث تركت يعني حفرة بعمق 10 أمتار وعرض 20 متر. ولكن كما ذكرت يعني الأوضاع تبدو هادئة إن كان من الجهة في أي المناطق غنوة في أي المناطق، خاصة وأن الغارات يعني جرى الحديث بأنها لأول مرة منذ 7 سنوات تضرب في داخل يعني الأراضي اللبنانية. بالفعل هي في منطقة الدمشقية أيضا، كانت يعني هي الطريق يعني حسب ما علمنا هي الطريق التي تؤدي إلى وادي الريحان. وهذه المناطق عادة عرفت خلال حرب تموز بأن حزب الله كان يضع منصات للصواريخ عليها، لذلك يعني هي بخلاف المرات السابقة ليست مناطق مختلطة يمكن أن يكون فيها تواجد لحزب الله لحركة أمل ولفصائل فلسطينية. هي يعني بحسب المصادر هي مناطق بالفعل تقع تحت سيطرة حزب الله. هذه نقطة الاختلاف الأولى عن المرات السابقة التي أطلقت فيها الصواريخ. أيضا ما كان لافت أيضا هو الرد الإسرائيلي الذي كان عبر غارات لطيران حربي، وهو أمر لم يسبق أن حدث منذ عام 2014. والاختلاف الثالث هو التوقيت الذي أطلقت فيه الصواريخ من لبنان، ثلاثة صواريخ، هو كان في وضح النهار بخلاف المرات السابقة التي كان عندما توجه أصابع الاتهام إلى الفصائل الفلسطينية يكون إطلاق هذه الصواريخ خلال ساعات الليل، أولا كي لا ترصدهم الكاميرات، وثانيا كي يتمكنوا من الهرب يعني عبر البساتين والاختباء تحت الأشجار. ساعات الليل عادة هي أفضل للاختباء، لذلك هناك من يقول بأنه ربما كان هناك رسالة يراد توجيهها من إطلاق هذه الصواريخ من إن كان من يعني من المنطقة الجغرافية أو عبر التوقيت خلال وضح النهار. طيب الجيش كان بتحدث عن أنه سيفتح تحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، هل هناك أي جديد في هذا الشأن؟ لا جديد حتى الآن، حتى أنه في مرات سابقة يعني لم يسبق أن حدد بشكل أن تمكن من إلقاء القبض على من أطلق الصواريخ، حتى وإن كانت هذه الصواريخ في مناطق يعني مختلطة كما تحدث. ولكن يعني في الوقت الذي تتهم فيه يعني الذي وحذرت فيه إسرائيل الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية من مغبة تكرار هذه الأحداث، كان هناك بيان أصدره رئاسة الحكومة في لبنان، رئيس الحكومة
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وأيضا رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية ميشيل عون طالبوا فيه مندوبة لبنان في الأمم المتحدة بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة بأن إسرائيل خرقت قواعد الاشتباك والقوانين الدولية بخرق فاضح عبر استهداف الأراضي اللبنانية بالطيران الحربي. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات من العديسة، كنت معنا غنوة يتيم مراسلة الحدث. ذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن الاقتصاد اللبناني المنهار قد يستغرق 20 عاماً للعودة لما كان عليه، واعتبرت الصحيفة في تقرير لها أن انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا عما قال هو إلى حد كبير. كشف مسؤول أمريكي لموقع بيزنس إنسايدر تفاصيل حادث اختطاف السفينة أسفلت برنسس في خليج عمان، وأوضح أن مسلحين يرتدون زي ضباط من خفر السواحل الإيراني اقتحموا السفينة وضربوا طاقمها ودمروا معداتها، كما استولوا على أشياء من السفينة قبل أن يغادروها بعد 7 ساعات. وأضاف أن البحرية الأمريكية أرسلت مدمرة صاروخية وراء السفينة، ولدى وصولها غادر المهاجمون وتركوا طاقمها الذي قال أن المهاجمين ضربوهم ورفعوا السلاح على القبطان. كما أكد أن طائرات أمريكية التقطت صور للقوات الإيرانية التي قامت بعمليات تفتيش بدعم من النظام، مشددا على أن الواقعة تتضمن كل علامات القرصنة في المياه الدولية. رواية أخرى نقلتها صحيفة التايمز عن مصادر حكومية في بريطانيا أشارت إلى أن عددا من الإيرانيين هاجموا السفينة وحاولوا نقلها إلى إيران، لأن طاقمها أوقف المحركات، ثم غادر المهاجمون بعد وصول سفن حربية أمريكية ومن سلطنة عمان. أيضا موقع أرغوس ميديا أفاد بأنه توصل إلى المحادثات بين خفر السواحل وطاقم أسفلت برنسس، والتي تفيد بأن 5 أو 6 إيرانيين صعدوا على متنها. في الأثناء أكد نيد برايس المتحدث باسم الخارجية البريطانية للحدث أن وزير الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ينسق مع بريطانيا ورومانيا والمجتمع الدولي لتشكيل رد موحد على هجوم إيران على ميرسر ستريت الذي وصفه بالدنيء. الوزير بلينكن تحدث مع نظيره البريطاني بشأن الجهود الجارية لتشكيل رد منسق على هجوم إيران الدنيء الذي استهدف سفينة ميرسر ستريت، والذي قلنا إنه كان عبارة عن هجوم على سفينة تجارية تمر بسلام في المياه الدولية. عندما يتعلق الأمر بالرد، تحدث الوزير بلينكن عن هذا الأمر سابقا: نحن ننسق بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا البريطانيين ومع شركائنا الرومانيين والمجتمع الدولي، ونجري مشاورات وثيقة معهم حول الخطوات الدبلوماسية المقبلة، كما نرحب بالتنسيق مع شركائنا الدوليين لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة من تلك التهديدات التي تشكلها إيران. نحن ندعم أيضا دعوة المملكة المتحدة لمجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد إيران وإدانة هجومها على سفينة ميرسر ستريت. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل.
هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة غرب العراق بالتزامن مع الهجمات التي طالت شماله بحسب الكهرباء العراقية. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. من جديد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن المعاناة التي يشهدها الشعب اليمني الذي يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم سببها ممارسات ميليشيا الحوثي. وأضاف خلال الإجازة الصحفية اليومية الخميس أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، والذي زار المنطقة مؤخرا، دعا الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع أنحاء البلاد لأنهم امتنعوا عن الانخراط في مساعي وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية. أكد المتحدث الأمريكي مواصلة دعم واشنطن للجهود الدبلوماسية لمعالجة الظروف الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني. استهل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لقاءاته الرسمية باستقبال وفد ميليشيا الحوثي برئاسة محمد عبد السلام المتحدث باسم الميليشيات وممثل الميليشيات في طهران إبراهيم الديلمي. وقال رئيسي أنه لا يحق لأحد من خارج اليمن أن يقرر مصيره على حد قوله. عشية مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي انتشر في شوارع طهران رسوم جرافيتي حملت شعارات مناهضة لخامنئي وللرئيس الجديد. كما تواصلت لليوم 24 احتجاجات عمال شركات قصب السكر. أكبر المنظر، أكبر
العراق. أكدت وزارة الكهرباء أن هناك هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة في المناطق الغربية، وكان مصدر في وزارة الكهرباء كشف عن استهداف 3 أبراج بعبوات ناسفة في قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار، مشيرا إلى حدوث تفجيرات أخرى أيضا بعبوات ناسفة استهدفت أبراج نقل الطاقة في قضاء مخمور جنوب شرقي محافظة نينوى. وتعرض أكثر من 14 برجا لنقل الطاقة في محافظة صلاح الدين للتخريب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل تام بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم عن وزارة الكهرباء. وبحسب بيان صادر عن الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية التابعة للوزارة، فإن حرب الأبراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بشكل ممنهج، حيث بدأت هذه الظاهرة تستهدف قدرات وإمكانات الشركة لتستنزف بنيتها التحتية وتؤذي المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة. هذا وشهد استهداف الخط الناقل كركوك القيارة أيضا عملا تخريبيا بتفجير عبوات ناسفة، ما تسبب بسقوط 5 أبراج في محافظة نينوى. وكذلك تم تفجير الخط الناقل في شمال سمراء بعبوات ناسفة استهدفت أبراج الخط بالقرب من حقل عجيل النفطي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين. كذلك سقوط الأبراج المرقمة حيث تم توزيع عبوات أخرى على نفس الأبراج، إلا أنها لم تنفجر لغاية الآن، وهذا ما حمل شبكة الكهرباء في كركوك أكثر من طاقتها الاستيعابية بسبب الضغط، ما أدى إلى ضعف وعدم استقرار في إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية. للحديث عن هذه التطورات في العراق من بغداد ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي فلاح الذهبي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد فلاح في هذه النشرة على قناة الحدث. بداية، هي الاستهدافات يعني متكررة، ليست الأولى، الشهر الماضي كان هناك الكثير منها. من برأيك واستنادا طبعا للتحقيقات الجارية، الجهة التي تستهدف خطوط نقل الطاقة وبشكل ممنهج بحسب بيان الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في العراق؟ تحية طيبة لكم. طبعا هو الاستهدافات على طول الخط منذ 2005 وحتى هذا اليوم، ولكن الآن باتت بشكل أكبر وبشكل مؤثر على حياة المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. العنوان العريض الذي تتحدث به الحكومة هو داعش وراء هذه الاستهدافات، لاعتبارات أولا أنها لا تكلفه كثيرا، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى سيارات مفخخة، وبالتالي لها صدى إعلامي كبير ولها تأثير على المواطن في محاولة لإعادة الثقة لأتباعه. تحت هذا العنوان العريض، حديث الناس وحديث بعض المسؤولين وراء الكواليس أن هنالك قضية فساد كبرى وراء هذه القضية، وهي قضية المقاولات والحصول على إعادة التأهيل سيكون له مردود مالي لبعض الجهات، خاصة وأن هنالك ذكاء عالي في عملية الاستهداف، لأن الخطوط الموزعة الأساسية لتغذية مدن كبيرة هي التي تستهدف، في حين يعني هذا يشير بأصابع الاتهام إلى جهات أو مكونات ربما عراقية لا علاقة لداعش بها. من هي يعني من الجهات التي ممكن أن تكون لها مصلحة في كل ذلك؟
يعني الآن مع الحملة الانتخابية القوية بعض التقديرات تشير إلى أنها قصة خلافية حول الزعامة وقضية متعلقة أيضا في الانتخابات. لاحظنا أن الزيارات كانت متكررة للسيد الحلبوسي للموصل وقدم كثير من الأشياء في صلاح الدين، في الموصل، في الأنبار، وفي تصور الشخصي أن هذا يستهدف التحركات السيد الحلبوسي من جهة ربما تكون مناوئة للسيد الحلبوسي، وبالتالي كانت انعكاساتها من بس يعني على لو توضح لنا وتكون الأشياء أكثر أو يعني الحديث أكثر وضوحا، من قبل من؟ يعني من يريد أن يفعل كل ذلك بمواجهة الحلبوسي؟ خلينا نتحدث ما دام أنت طلبت ذلك. تفضل. حقيقة هما هي جهة خميس الخنجر وقيادة الحلبوسي، وبالتالي النفوذ والاقتراب أكثر من الشارع السني هو من نصيب السيد الحلبوسي في هذه الفترة، على اعتبار أن الأنبار قبل سنة غير الأنبار الآن، وبشهادة حتى أهالي الجنوب وأهالي بغداد الذين يزورون الأنبار الآن هنالك إنارة، هنالك باتت واضحة بصمات السيد الحلبوسي في الأنبار، وأيضا اقترب أكثر من الشارع ومن معاناة الشارع، وبات هو بشكل يومي تقريبا يجول في كثير من المناطق السنية، وحتى كان له تحدث عن لقائه في باريس حول البدء بالعمل في مطار نينوى. وبالتالي الحزب الأكثر مناوئ له هو حزب السيد خميس الخنجر، وبالتالي أنا في تصوري الشخصي القصة هي قصة مناكفة، ولكن للأسف الذي يقع فيها هو المواطن في هذه المناطق. طيب، والتغييرات والقوانين التي سنها رئيس الوزراء الكاظمي والإجراءات التي اتخذها للحد من هذه الظاهرة، حرب الأبراج الكهربائية، لماذا حتى الآن لم تنتج ما أراد منها الكاظمي؟ يعني هنالك طائرات مسيرة، هنالك كاميرات حرارية، ولكن حتى أكون دقيقا، يعني بعض القوات الأمنية المتواجدة قريبة من هذه الأبراج أحيانا لا تمتلك القدرة العالية، لأن هنالك ربما تكون جهات نافذة أقوى حتى من القوات الأمنية هي التي تقوم بهذا الأمر. ثم أن انتشار هذه الأبراج هو يثير علامة استفهام أنها في أراضي منبسطة مكشوفة، في حين الأبراج التي هي في تلال عالية والتي هي ربما يكون داعش مسيطر عليها ما زالت حتى الآن لم تفجر، وبالتالي هذا يستدعي من القائد العام قوات المسلحة أن يكون هنالك نوع من الحزم في حث القوات الأمنية المتواجدة قريبة من هذه المناطق والتي تشكلت بعد عمليات ضرب الأبراج خلال الشهرين الماضيين، يفترض أن تكون أكثر قدرة على حماية هذه الأبراج. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات من بغداد، كنت معنا الإعلامي والمحلل السياسي فلاح الذهبي، شكرا لك. أكدت وزارة الكهرباء العراقية أن هناك هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة في المناطق الغربية، وكان مصدر في وزارة الكهرباء كشف عن استهداف 3 أبراج بعبوات ناسفة في قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار. وفي العراق أيضا أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، أكد على حاجة المنطقة إلى تفاهمات وتنسيق الجهود والركون إلى المشتركات عبر حوارات بناءة، وذلك لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي. ونقلت الرئاسة العراقية عن صالح قوله في بيان
إن العراق يدعم بقوة استقرار المنطقة وسلامها وإنهاء التوترات التي تشوبها، ويعمل على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوبها. وشدد صالح على أن العراق الآمن والمستقر ذا السيادة هو عنصر أساسي للأمن والاستقرار الإقليمي وعامل للترابط الاقتصادي. طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزيدا من المعلومات من النظام السوري حول ما أفادت فيه التقارير من تدمير اسطوانتي كلور مؤخرا مرتبطتين بهجوم فتاك عام 2018 على مدينة دوما. وأوضحت المنظمة أن سلطات النظام زعمت بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو على منشأة عسكرية تابعة لها في دوما، وكانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية. لأن المنظمة كشفت أنه في نوفمبر تم تخزين أسطوانتي الكلور في موقع آخر يبعد حوالي 60 كيلومترا عن الموقع الذي زعم النظام أنه تم تدميرهما فيه. وأعلنت المنظمة أيضا أنها ستتناول في مشاوراتها المقبلة مع النظام مسألة وجود غاز جديد للأسلحة الكيميائية عثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر 2020. والمنظمة كانت أبلغت النظام عزمها إفادة فريقها للتحقيق، ولكن خلال الفترة الماضية امتنع عن منح الفريق تأشيرات دخول إلى سوريا. وعبرت المنظمة عن قلقها من عدم تعاون النظام بعد 8 سنوات من انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تمنع إنتاج واستخدام مثل هذه الأسلحة. الجدير ذكره أن مدير عام منظمة حظر الأسلحة أوضح أن خبراءه حققوا في 77 اتهاما ضد النظام، وخلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام أسلحة كيميائية. ونشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. رئيس الحكومة التونسية يقدم تصريحا بممتلكاته في أول ظهور له منذ إقالة الحكومة. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
أهلا بكم من جديد إلى الشأن التونسي. أعلنت حركة النهضة تشكيل خلية أزمة لإعداد خريطة طريق للمرحلة الجديدة. وأوضحت الناطقة باسم الحركة سناء مرسني لإذاعة موزايك اف ام أن خلية الأزمة ستكون تحت إشراف زعيم الحركة راشد الغنوشي، وستتولى التفاوض مع مختلف الأطراف وصولا إلى إعداد خريطة طريق تتضمن الترتيب للمرحلة الجديدة. وكانت حركة النهضة تراجعت عن موقفها من القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، وفي بيان لمجلس شورى الحركة أكدت تفهمها للغضب الشعبي خاصة في أوساط الشباب، محملة الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. وطالب البيان بضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والعودة السريعة إلى الوضع الدستوري برفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، ودعا إلى أطلاق حوار وطني مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة. في أول ظهور له منذ إعلان إقالة الحكومة التونسية في 25 يوليو، قدم رئيس الحكومة التونسية المقالة هشام المشيشي تصريحا بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما يعني أن عملية تسليم رئاسة الحكومة باتت وشيكة. من تونس ينضم إلينا الدكتور خالد عبيد، الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. يعني تشكيل حركة النهضة لخلية أزمة لإعداد خريطة الطريق للمرحلة الجديدة، ويعني كل التصريحات الجديدة التي تخرج من حركة النهضة في تونس، هل هي اليوم مقبولة من الشارع التونسي برأيك؟ هذا شعبيا وسياسيا، هل ستلقى قبول من رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ حقيقة بيان حركة النهضة فيها الكثير من المواربة، ولذلك اعتقادي أن رد الفعل أو كيف سينظر إليها التونسيون أو جزء لا بأس به من التونسيين وكذلك حتى رئاسة الجمهورية، اعتقادي أنه سينظرون إليها بعين الحذر والتوجس بالنظر إلى أن هذا البيان هو حمال أوجه، فيه الشيء ونقيضه. والأهم من كل ذلك أنه ما زال هذا في هذا البيان هناك مواصلة للإنكار، وواضح أن من خلال هذا البيان أنه الذي تمكن من أن يتغلب داخل شق القيادي في حركة النهضة هو الشق الذي يعتبر أن ما حدث انقلاب، يعني هناك مغالبة، ونحن ربما في قادم الأيام والأسابيع سنجد أنفسنا أمام نهضتين وليست نهضة واحدة، بالنظر إلى أن الشق الذي اعتقد نفسه قد انهزم لا أعتقد أنه سيقبل بذلك في نهاية الأمر، وهذا مرتبط خاصة بالتطورات اللاحقة. نعم، طيب هل ممكن أن يكون هذا البيان له ارتباط كبير في البيان الذي جرى الحديث عنه في بداية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد الشهر الماضي، وجرى الحديث فيها عن انشقاق داخل حركة النهضة لأسباب تتعلق بأن البيان كان يتضمن عدم ذكر موضوع الانقلاب وتفاصيل أخرى؟ هو من الواضح أن هذا البيان إعلان من للرأي العام التونسي بأن الشق الذي يحيط بالسيد راشد الغنوشي، ونعني هنا حاشيته وتحديدا كل من السيد نور الدين البحيري وأيضا عبد الكريم الهاروني وسهرة، هم الذين تمكنوا من أن يفرضوا كلمتهم داخل مجلس شورى حركة النهضة، وبأن هذا الشق الذي يدور حول رئيس حركة النهضة هو الشق الذي لديه الأغلبية داخل مجلس الشورى. ولهذا السبب هذا البيان هو امتداد للموقف الأول لحركة النهضة بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو،
وهذا الامتداد فيما يتمثل في أن مباشرة بعد قرارات رئيس الجمهورية رأينا الموقف هو موقف حركة النهضة، وتحديد الرئيس والغنوشي يعتبر أن ما حدث هو انقلاب حقيقي على الدستور وعلى الديمقراطية، وانقلاب على البرلمان، ودعوة إلى استرجاع السيادة أو الشرعية الدستورية. ذات هذه الألفاظ نجدها في هذا البيان الذي صدر اليوم، وذات هذه الألفاظ نجدها موجودة في ثنايا هذا البيان. والأهم من كل ذلك أن حركة النهضة أو هذا الشق الذي تمكن من أن يغالب بقية الشقوق الموجودة داخل حركة النهضة يعتبر نفسه هو يواصل الإنكار، ويعتبر نفسه غير معني بالمحاسبة، غير معني بالمراجعة الذاتية، ويعتبر، وهذا هو الأهم، أن فترة العشر سنوات الماضية لا تتحمله حركة النهضة لوحدها بل الجميع يتحملها، يعني كل من كان ظاهرا في هذه العشرية يتحمل المسؤولية، وهذا هو أوج الإنكار وأوج عدم الرغبة في الاعتراف بالأخطاء الفادحة التي ارتكبتها النهضة بحق جزء كبير من التونسيين. طيب، ما الذي تريده الحركة من إصدار مثل هذا البيان؟ يعني هو لا فيه تراجع عن موقفها الأول من الإجراءات الاستثنائية للرئيس، وفيها نفس الطلبات كما تحدث دكتور بأنه في تناقض كبير يعني بين الحديث عن موضوع الحوار وما إلى ذلك، ولكن حتى تطالب بتسريع عرض الحكومة الجديدة على البرلمان، وهو البرلمان يعني متوقف عن العمل. ما الذي تريد من وراء هذا البيان أو هذا الإصدار برأيك؟ تريد حركة النهضة أن تبين للرأي العام التونسي وللرأي العام الأجنبي بأن حركة هي يدها ممدودة، وبأنه بالرغم من الضيم الذي لحق بها ومن الانقلاب الذي وقع ضدها وضد الديمقراطية وضد البرلمان وضد الدستور، إلا أنها هي حركة مسالمة هادئة، وهي تقبل بالحوار بل تدعو بكل قوتها إلى الحوار، وهي تريد من كل الأطراف أن يجلسوا مع بعض من أجل تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية. والأهم من كل ذلك، هذه الحركة بالنسبة إليها تعتقد بأن بهذه الطريقة ستتمكن من أن تخادل الجميع، لكن واضح. نعم أعذرني، يعني نحن انتهى وقت هذه المقابلة، ولكن الفكرة التي تتحدث عنها وصلت. شكرا جزيلا لك من تونس الدكتور خالد عبيد، الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أصدرت محكمة جنايات مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالسودان حكما بالإعدام شنقا بحق 6 من أفراد قوات الدعم السريع بتهمة مقتل 6 طلاب في 27 من يوليو عام 2019 أثناء احتجاجات في السوق الرئيسي في المدينة. هذا وبدأت جلسات محاكمة أفراد قوات الدعم السريع منذ العام الماضي، فيما تمسك أولياء الطلاب بالقصاص من قتلة أبنائهم في القضية التي تعرف شعبيا بمجزرة الأبيض. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. إسرائيل تقول إنها مستعدة لمواجهة إيران وتتهمها بتهديد المنطقة، وقائد الحرس الثوري الإيراني يقول إنهم جاهزون لأي رد قاسم. واشنطن تؤكد أن الحوثيين خلف أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
حرب أبراج الكهرباء امتدت لتطال جميع محافظات العراق بحسب شركة الكهرباء. النهضة تحاول استمالة الشارع بإعلان تفهمها لغضب الناس من الحركة، ورئيس الوزراء المقال يظهر لأول مرة منذ عزله قبل 11 يوماً. نهاية النشرة، إلى اللقاء.